كيف يكون عملك غير قانونيا ومتى يوظفك صاحب العمل بشكل غير قانوني؟ تذكر أنه من الممنوع العمل بشكل غير قانوني في سلوفاكيا. يكون عملك غير قانونيا إذا كنت تعمل بدون عقد عمل أو تصريح للعمل أو بدون تصريح للإقامة في سلوفاكيا، وقد تتلقى غرامة بقدر 331 يورو كحد أقصى إذا عملت بشكل غير قانوني في سلوفاكيا. يكون عملك غير قانونيا إذا لم يقم صاحب العمل بتسجيلك لدى وكالة التأمينات الاجتماعية ضمن الفترة المحددة، وهي 7 أيام من بدء العمل. إذا لم تكن متأكدا مما إذا تم تسجيلك لدى الوكالة، يمكنك التواصل مع وكالة التأمينات الاجتماعية. يكون توظيفك مخالفا للقوانين إذا صرح صاحب العمل في عقد العمل عن أجر أقل مما تم الاتفاق عليه ودفع المبلغ المتبقي بشكل غير رسمي، أو إذا صرح عن عدد ساعات عمل أقل مما تم الاتفاق عليه من الساعات التي تكون فيها في العمل. قد يبدو لك العمل بدون عقد أمرا مجديا الآن، حيث أنك تحصل على نقود أكثر مما قد تحصل عليه ضمن عقد العمل، إلا أن الأمور قد تبدو بشكل مختلف لاحقا. بعض الأسباب التي قد تجعل من العمل غير القانوني غير مجد: لن يدرجك صاحب العمل في التأمين الصحي، مما قد يجعل الأمور أصعب في حال احتجت لزيارة الطبيب. لن تحصل على معونة مادية من الحكومة أو صاحب العمل إذا أصابك مرض. لن يحتاج صاحب العمل لسبب لفصلك من العمل. لن يكون من حقك الحصول على إجازة مدفوعة الأجر. لن تحصل على راتب تقاعدي عندما تتقدم في السن. لن تستطيع الحصول على قرض من المصارف بسهولة. لن تحصل على معونة البطالة في حال فقدت عملك. ستكون حجتك القانونية أضعف إذا اضطررت للمطالبة بأجور غير مدفوعة من صاحب العمل، وذلك إذا لم يقم صاحب العمل بدفع أجورك كاملة. نصيحة: لا تقتصر على التفكير بالأمد القصير فقط، وإنما فكر بالمستقبل وأسوأ الاحتمالات عندما ستجني ثمار العمل القانوني. متى يبدأ توظيفك؟ بمجرد توقيع عقد العمل يكون التوظيف ساريا. يجب أن يكون العقد مكتوبا. احتفظ بنسخة موقعة من العقد في المنزل. على ماذا يجب أن يحتوي عقد العمل؟ يجب أن يحتوي عقد العمل على وصف العمل الذي ستقوم به متضمنا المهام الأساسية، بالإضافة إلى مكان العمل كعنوان مكان العمل أو مقر الشركة، وأيضا الأجور وتاريخ البدء. يمكن أن يتضمن العقد شروطا إضافية: مدة العقد، عدد أيام الإجازة، الفترة التجريبية، تاريخ دفع المرتبات، ساعات العمل، مدة إشعار الاستقالة، بالإضافة لأي شروط أخرى. نصيحة: قد يحتوي عقد العمل على العديد من المعلومات الهامة، لذا فمن الأفضل أن تأخذ العقد إلى المنزل لقراءته قبل توقيعه، أو اسأل مختصا قانونيا إذا صعب عليك فهم أي شيء فيه. لمزيد من المعلومات قم بزيارة جعبة معلومات العمل للاجئين على موقعنا www.hrl.sk. تم إنتاج هذا الفيديو ضمن مشروع تمكين اندماج اللاجئين في سوق العمل بدعم من حكومة الولايات المتحدة من صندوق تمويل جوليا تافت للاجئين. منتدى حقوق الإنسان هو المسؤول الوحيد عن محتوى هذا الفيديو.